أسيدي مرحبا بالجميع، الجميع الله يخلينا ديما ضاحكين والله يرحم الوالدين وجزاكم الله خيرا. وأعمل الحسين هو سبب هذا الضحك هذا، الله 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 يرحم عمي الحاج وجد ليه في المهمة. هنا ولدي واه السوايع ما درتيهم في بيت، ما درتيهم في صالون، نديرو في كوزينه. شكون هما السوايع اللي فين دوز؟ ترى داشي بيت مفجي شويه يكون سخون، انت دير الكوزينه باش يبرد بحال كيف في الاسكا. هنا نحاولوا نشرب الخاي. اي هو هذا هو ديال السبورت الله إلا سيدي بدا تضوي لي البويت بلي سبو. لا لا بعدي بعدي قد عارفين نقول لك سي سعيد راه دابا راه دابا مول دار فاش كيصيب الدار راه دابا هنا بين ندير نيو هنا بين ندير السبوت هنا بين ندير نيو هنا بين ندير السبوت هنا بين ندير نيو هنا بين ندير السبوت. شكون بيخلص ديك الباكيه ديال الضو؟ ماهاش الماكينه ديال الضو، ماهاش المقال ديال الماكينه ديال الضو. عارفين المشكل فين كاين؟ فين كاين كيكون المشكل؟ اش كيسالي الكباس وكيسالي السباق وكيجي عند الطو خصك واحد 3000 درهم ولا 4000 درهم هادي النية. اي ما هي وما لونه؟ خصك واحد 1000 درهم هادي السبوت. المهم اموال طائله رايك يدان رايك يدان الفلوس وما يراك يدي الفلوس بالله. وشوف تايا ما تكونش كنت كدواب شمعو والله يراك يدي الفلوس بالله. تقعد دوك يدي لك واحد 7000 درهم وما يراك تخلى في الام دي اي وصحاب المرة دويت على داك المشكل ديال ام دي اف تيخلو داك الوردي بلا قبس بلا داك طالوش ودي الله يهديك هذاك الشيء. شوف الشيء اللي فات فات حنا في الجديد نحن في عند اليوم هنا هنا حولنا دابا هي اللي هضرنا عليها هي السبوتر هي هادي هي هادي كذا غرفة سبوتة نحاول نخدم عليه هو هذا هنا